الولايات المتحدة الأمريكية بدأت بتحريك القنابل الثقيلة تجاه إسرائيل بالتزامن مع التصعيد الإسرائيلي الكبير تجاه جنوب لبنان. هذه التفاصيل أصبحت واضحة من قبل الوول ستريت جورنال كما نشرت في 24 ساعة الماضية، والتي أكدت بأن الولايات المتحدة الأمريكية وافقت على إرسال 1700 قنبلة من قنابل MK82 التي ترونها هنا، وسترسلها الولايات المتحدة الأمريكية خلال الأيام والأسابيع القليلة القادمة. وهذه القنبلة التي نراها هنا هي من سلسلة قنابل مارك 80 الأمريكية الشهيرة، بالإضافة إلى أنها قنبلة يصل وزنها إلى 500 رطل، يعني 230 كيلوغراما و89 كيلوغراما من ال 230 كيلوغراما هي حشوة المتفجرات الموجودة بداخلها، مما يجعلها ثقيلة وشديدة الانفجار. هي قنبلة غير موجهة وحرة الإسقاط، وكذلك أنها متعددة المهام والوظائف. هذه القنبلة ببساطة إذا ما جاءت لتستهدف هذا المبنى على سبيل المثال وأطلقت من قبل الطائرة، تطلق من هذه المسافة تصل لهذا المبنى على سبيل المثال، الأضرار ستكون خطيرة للغاية عندما تسقط على هذا المبنى مع طبيعة المواصفات التي ذكرناها، لأنها ستؤدي إلى انهيار المبنى بالكامل، إلى ضرر كبير في المنطقة التي تصيبها، وكذلك إلى أنها ستحدث حفرة في المنطقة التي تسقط بها رغم وجود المبنى، وهذه الحفرة ممكن أن يتراوح عمقها من 1 إلى 4 متر أيضا بحسب قوة المبنى، وكذلك بحسب صلابة الأرض أيضا. كذلك إنها لن تبقي أي شيء على قيد الحياة بدائرة يصل نصف قطرها إلى 20 مترا، أي إنسان أي حيوان موجود في هذه المنطقة سيقتل مباشرة، وهذا ما يجعلها قنبلة خطيرة ومتخصصة ليس فقط في عمليات الاغتيالات وغيرها، ولكنها إنها متخصصة في تدمير البنى التحتية. وهنا تأتي أهمية توقيت إرسال هذه القنابل. طبعا إرسال هذه القنابل من قبل الولايات المتحدة وهذا القرار هو يأتي بعد أن قامت الولايات المتحدة بتجميد إرسال هذه القنبلة تحديدا مع قنبلة أخرى أثقل من القنبلة التي نتحدث عنها اليوم. الولايات المتحدة أوقفت شحنة مكونة من 1700 قنبلة في شهر مايو، وطبعا من هذا العام من هذه القنبلة التي نراها MK82 التي نتحدث عنها، و1800 قنبلة من MK84 التي يصل وزنها إلى 2000 رطل، يعني تقريبا أكثر من 900 كيلوغرام. هذا معناه أن هذه القنبلة هي 4 أضعاف وزن القنبلة التي نتحدث عنها اليوم. الولايات المتحدة مباشرة أوقفت إرسالها لإسرائيل لأن إسرائيل استخدمت هذه القنابل، وتحديدا MK84 وحتى MK82 استخدمت على مواقع حركة حماس في قطاع غزة بشكل خطير للغاية. الولايات المتحدة الأمريكية في حينها قالت بأننا أرسلنا هذه القنابل لإسرائيل لكي تستخدمها إسرائيل ضد حزب الله اللبناني وليس ضد حركة حماس الموجودة والمسيطرة على قطاع غزة، وذلك لأن مسافة أو مساحة قطاع غزة تقريبا 360 كيلومترا، وفيها ومكتظة طبعا بالسكان، تقريبا 2 مليون إنسان متواجدين في هذه المنطقة، وكذلك أن حركة حماس ليست قوة نظامية، هي قوة غير نظامية ومتواجدة بين المدنيين، وكانت هنالك العديد من الضربات منها ما استخدم بالMK84 وهو الذي تسبب بسقوط العديد من الضحايا المدنيين الأبرياء جراء هذه الضربات. وإسرائيل طبعا لم تهتم للضغوط القادمة من الولايات المتحدة الأمريكية، وبعدما تقدمت إلى خان يونس جاءت لتقول بأنني سأتقدم إلى مدينة رفح، وهنا جاء القرار من الولايات المتحدة الأمريكية بأنها أوقفت شحنات الMK82 والMK84، وذلك بسبب أن هنالك أكثر من 1 مليون إنسان كان متواجدا في رفح نازح من كل هذه الصراعات والمعارك التي كانت تجري، ولكن إسرائيل طبعا تحملت الضغط وقامت بالتقدم في نهاية المطاف إلى رفح، ولكنها لم تستخدم هذه القنابل نهائيا. طبيعة القوات التي دخلت إلى مدينة رفح كان محدودا، لم يكن غزوا كبيرا جرى على هذه المنطقة، والمدنيين شيئا فشيئا خرجوا من هذه المنطقة نوعا ما، ولكن كانت هنالك أيضا بعض الأخطاء بالضربات الخاصة من قبل الجانب الإسرائيلي، لكنهم استخدموا صواريخ موجهة، وهذا هو بالضبط المتفق مع الولايات المتحدة الأمريكية. في نهاية المطاف إسرائيل خلال هذه المعركة تمكنت من السيطرة على الأقل حتى يومنا هذا، كما هو موضح من قبل الغازا وور يونيت تراكر بأن إسرائيل سيطرت تقريبا على أكثر
أكثر من 55% من مدينة رفح، أي أن حركة حماس لا زالت موجودة، هي وحركة الجهاد الإسلامي موجودة في هذه المناطق، لكنها شيئا فشيئا مع تقدم إسرائيل تتحول إلى جيوب للمقاومة، مجاميع صغيرة هنا وهناك لتقاوم التقدم الإسرائيلي والسيطرة الإسرائيلية. بالتالي بالنسبة لإسرائيل أصبحت متغلغلة بشكل كبير، مسيطرة على أغلب المناطق التي تريد السيطرة عليها، أضعفت الكثير من القدرات للفصائل الفلسطينية في قطاع غزة، وعلى هذا الأساس هي الآن ليست بحاجة لاستخدام مثل هذه القنابل مثل MK-82 أو MK-84، وعلى هذا الأساس تستمر بعمليات أشبه بعمليات مكافحة الإرهاب ضد الفصائل الفلسطينية، وهذا على الرغم أن الفصائل الفلسطينية لازالت قادرة على إطلاق الصواريخ على العمق الإسرائيلي. على سبيل المثال اليوم أطلقوا من مدينة رفح 5 صواريخ عبر معبر كرم شالوم أو كرم أبو سالم، وحاولت استهداف العمق الإسرائيلي كما نلاحظ، أطلقت من مدينة رفح ولكن القبة الحديدية تمكنت من التصدي لها، وبعدها جاءت الطائرات الإسرائيلية لتضرب من أطلقوا هذه الصواريخ بهذه الطريقة. بالتالي كل شيء مسيطر عليه بالنسبة لإسرائيل الآن في طبيعة هذه الاستهدافات، وهذا هو الذي يجعل توقيت إرسال هذه القنابل مهما للغاية بالتزامن مع التصعيد بين إسرائيل وحزب الله اللبناني. الإعلان يأتي بعد يوم واحد فقط مما قام به حزب الله اللبناني من ضربة باتجاه أورتال في مرتفعات الجولان، أحدى الصواريخ ضربت هذه السيارة المدنية، أدت هذه الضربة إلى مقتل مدنيين، 2 رجل مع زوجته قتلا مباشرة جراء هذه الضربة التي نراها أمامنا، وهذا هو الذي أدى إلى سخط كبير في الأوساط الإسرائيلية. يضغطون على الحكومة الإسرائيلية بأن عليك أيتها الحكومة الإسرائيلية فعل شيء تجاه حزب الله اللبناني، وهذا الأمر طبعا وهذه الحادثة تسببت بوضع مختلف. الآن رئيس هيئة الأركان المشتركة أو الأركان المشتركة الإسرائيلية تحديدا قد ذهب اليوم إلى الشمال الإسرائيلي وظهر مع قائد القوات الشمالية الإسرائيلية أيضا ليطلع على طبيعة الخطط والتحضيرات، وحتى الوزير الإسرائيلي الشهير ألا وهو سموتريتش كان قد قال اليوم بعد هذه الحادثة، قال باعتباري شخصا مطلعا على الخطط أستطيع أن أؤكد أن الجيش الإسرائيلي قادر على تحييد قدرات حزب الله أو حزب الله في حرب قصيرة وتوجيه ضربة مدمرة للبنان والتي قد يستغرق التعافي منها 30 عاما. مع ذلك حزب الله رغم كل هذه الضغوط والتصريحات والتحضيرات والتحركات الإسرائيلية، لأن حزب الله اليوم على سبيل المثال شمال شرق إسرائيل باتجاه الجليل الأعلى ومرتفعات الجولان قاموا بعدد من الاستهدافات، كذلك شمال غرب إسرائيل أيضا قاموا أيضا باستهدافها بالطائرات المسيرة كما هو واضح صباح هذا اليوم، والطائرات المسيرة التي استخدمت هنا حققت إصابات فعلا، لاحظ أنها ضربت هذه النقطة على سبيل المثال كما تم تصويرها من قبل الإسرائيليين وأدت إلى أضرار في عدد من السيارات، وقالت الأوساط الإسرائيلية بأن هنالك شخصا أصيب بإصابات بالغة وخطيرة جراء هذا الاستهداف، وهذه هي مخلفات الطائرات أو بقايا الطائرات المسيرة التي قام حزب الله باستخدامها على شمال غربي إسرائيل. كذلك أيضا في نفس الوقت أن هذا القرار الذي جاء من الولايات المتحدة الأمريكية بإرسال هذه القنابل التي نتحدث عنها اليوم هو يأتي أيضا قبل زيارة مرتقبة لرئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إلى الولايات المتحدة الأمريكية، وبالتالي هنالك رغبة في تلطيف الأجواء بين بنيامين نتنياهو وكذلك بين جو بايدن، وهذا قد يعني بشكل آخر أن الولايات المتحدة ممكن أيضا أن تسمح للMK-84 القنبلة الثقيلة للغاية أيضا يسمح بتمريرها ويفك التجميد الذي وضع أو الإغلاق الذي وضع أو عدم إرسال هذه القنابل أو حظر إرسالها على إسرائيل، ممكن أن يفك هذا الحظر ويرسل هذه القنابل أيضا بعد زيارة بنيامين نتنياهو مع رغبته للتقدم ضد حزب الله اللبناني، وخاصة كما تحدثنا أن الولايات المتحدة تقول أن هذه القنابل هي لمهاجمة حزب الله وليست لمهاجمة حركة حماس، وهذه مسألة في غاية الأهمية. وطبعا بالنسبة للولايات المتحدة هي تتعاون مع إسرائيل في الفترة الأخيرة بشكل كبير، بدأت تظهر هذه الطائرات الـ MQ-4C من طائرات التابعة للبحرية الأمريكية تقوم بعمليات
تجسسية في البحار والمحيطات، ولكن أيضا بعمليات تجسسية على الأراضي. على سبيل المثال التي تقوم بتجميع المعلومات منها هي ظهرت اليوم وهي تحلق هنا كما نلاحظ فوق البحر المتوسط، هذا يعني أنها تجمع المعلومات مما يجري في جنوب لبنان، وذهبت باتجاه كذلك سوريا واللاذقية كما نلاحظ لتفرض أيضا رقابتها وتجميع المعلومات مما يجري هنا، خاصة وأن إسرائيل استهدفت هذه المنطقة في الفترة الأخيرة بعد ظهور سفينتين من السفن الإيرانية التي وصلت إلى اللاذقية، وبالتالي هم يراقبون إذا ما كانت هنالك أي شحنات للأسلحة من أن تصل أو تصل من قبل الجانب الإيراني إلى هذه النقطة لتجمع وترسل مباشرة إلى حزب الله. طبعا الطرق البرية، الطرق الجوية إلى سوريا إلى لبنان، والطرق البحرية كلها متاحة في التحرك بالنسبة للفصائل المسلحة وبالنسبة لإيران لنقل هذه الأسلحة. والآن نرى البحار نوعا ما، البحر المتوسط بدأت فيه حركة عبر قناة السويس من البحر الأحمر إلى قناة السويس إلى البحر المتوسط لتصل هذه الأسلحة بهذه الطريقة، بالتالي هنالك مشاركة معلومات وتجميع معلومات كبير. وإسرائيل واضح جدا بحسب ما نشرت الواشنطن بوست الأمريكية أيضا يوم أمس، الواضح أن إسرائيل تحضر لهذه الحرب على جنوب لبنان ضد حزب الله اللبناني. لاحظ هنا على سبيل المثال من خلال هذه الدراسة التي نشرتها الواشنطن بوست توضح لك طبيعة الضربات من قبل الطرفين. ستلاحظ هنالك بعض الضربات في بعلبك هنا وفي النقاط الوسطية، أغلبها كانت هي عملية اغتيالات أو ضرب لشحنات أسلحة، طبعا اغتيالات لعدد من القيادات، وكذلك أيضا في نفس الوقت الاستهدافات تتركز كما نلاحظ هنا في الجنوب، وهذه مسألة مهمة للغاية لا بد من الانتباه لها، بأن الضربات كما نلاحظ هنا في الجنوب مكثفة، وأن النهر الليطاني تقريبا يأتي بهذا الشكل الذي نراه. لنأخذ صورة أوضح لطبيعة أو صورة تقريبية أوضح لهذا النهر، النهر الليطاني تقريبا بهذا الاتجاه، بالتالي تلاحظ تكثف والضربات الكبيرة للغاية التي تأتي في الجنوب وكذلك التي تأتي حتى ما بعد النهر الليطاني. هم يريدون أضعاف حزب الله قدر الإمكان وأن لا يستغل النهر الليطاني كخط دفاع له بعدما تتقدم القوات الإسرائيلية في هذه المناطق من الجنوب اللبناني، مسألة محسوبة من قبل الجانب الإسرائيلي. بالتالي وصول مثل هذه القنابل الMK-82 وبدء الولايات المتحدة بإرسالها الآن هي مسألة مهمة لضرب البنى التحتية في هذه المنطقة لتتقدم بسرعة، والMK-84 ممكن أن تلعب أدوارا أكبر في تحقيق مثل هذه الضربات، لأن إسرائيل تقول بأنها تريد تحييد قدرات حزب الله اللبناني وليس القضاء على حزب الله اللبناني، أي كل القدرات العسكرية لحزب الله تريد إسرائيل من تدميرها. وهنا الواشنطن بوست أوضحت تماما طبيعة الأسلحة والتقديرات الأمريكية والإسرائيلية لطبيعة الأسلحة التي يمتلكها حزب الله اللبناني. ترى من أبرز الأسلحة والصواريخ الموجودة هو صاروخ فاتح 110 هنا من الصواريخ المهمة للغاية الإيرانية الصنع، والتي استخدمت على قاعدة عين الأسد بالانتقام أو للانتقام للجنرال الإيراني قاسم سليماني في عام 2020، صواريخ فعالة ودقيقة للغاية يمتلكها حزب الله اللبناني كما يتحدث أو نشرت الواشنطن بوست. وكذلك ترى أيضا قدرات على مستوى أنظمة الدفاع الجوي أيضا مثل سام 358 وكذلك صياد 2C وهي من الصناعة الإيرانية، هذه هي الصواريخ التي نراها، هذا هو سام 358 وهذا هو صاروخ صياد، بأن حزب الله اللبناني يمتلك هذه القدرات، لذلك هو تمكن من إسقاط عدد من الطائرات المسيرة الإسرائيلية في الفترة الماضية، وأيضا يمتلكون صاروخ C-802 الذي استخدمه حزب الله اللبناني في عام 2006 في حرب لبنان الثانية التي تمكن من خلالها من إغراق إحدى السفن الإسرائيلية في البحر المتوسط عند استخدامه لهذه الصواريخ. بالتالي هذه القدرات تريد وتريد إسرائيل من تدميرها بالكامل من خلال هذه العملية، وأيضا بحسب هذا التقييم أن إسرائيل أو حزب الله اللبناني عفوا يمتلك هذه الأنواع من الطائرات، طائرة أبابيل محدثة والهدهد الذي يستخدم في عمليات التجسس مع نوعين من طائرات الكواد كوبتر بالنسبة لحزب الله. كل هذه التطورات أو كل هذا التقدم الصاروخي وبالطائرات المسيرة تحاول إسرائيل التي تبحث عن تحقيقها من خلال الهجوم على جنوب لبنان إن ما اتخذت هذا القرار.